بالنسبة للحصيلة ديال المغرب في الملاكمة؟ كنظن ان القرعة ما نصفاتش عدد ديال الملاكمين ديالنا، حنا كانت الأغلبية الملاكمين نصفات بالقرعة. جينا نضحكوا معاك غير بالفن. الريحة ديال الغاز باقي كتعطيني دوك الشوفو اللي كنتو ركبتي ديك النهار وداك السيد، غير نشوف داك الريحة باش نحيدوها، لأن كتعرف مع الضوء وداك الشيء شي حاجة يوقع. إذا هنا راه جوج ميداليتين مسلوبتين. زعما الكل كيعترف أن الناس في الاتحاد الدولي، الناس كيقول لك اودي حرام هادشي اللي وقع، راه خصو نورمالمون كيقول لك ميدالية ديوك بحال الناس في الملاكمة متخصصين. بقى لينا التلفازي واحد خمسة، نعيطها للدراري باش يكملوا باش نبداو. واحد دقيقة أنا نعيطها للدراري. عندك عندك حدي راسك كاميرا كاشي، حدي راسك ونسى ماشي، عندك كاميرا كاينة، حدي راسك ونتسنى كاميرا هاشي. جينا نضحكو معاك. عندك هاشي ما كيبس ترمي جوكي كيتكلم
حدي راسك وانت ماشي عندك كاميرا كاينه البطل العالمي في الملاكمة محمد المصباحي كان دائما حاضر ودائما حاضر فوق الحلبة. نسوله اليوم واش كان حاضي هاد الضربة. في الحقيقة هذه كتعتبر بالنسبة لي أول ضربة قاضية كان شاهدها، لأنني عمرني أنا ما صادف ضربة قاضية فوق الحلبة، وبالنسبة لي هذه راه ضربة قاضية الحقيقة. مثل هذه الحالات المباغته بغينا نعرفوا السي مصباحي كيفاش كيتعامل معها. حقيقه مثل هذه الحالات كنتعامل معها يعني عكس المعامله ديالي فوق الحلبة. كتعامل بروح انسانيه بعاطفه، كتشوف واحد الانسان في واحد الحاله اللي ربما لا كانت على حق الحاله يرتلى، خصك تكون هنا تكون عند الانسان الروح الانسانيه باش يمكن يساعد الاخ ديالو. باسم جميع الملاكمين اهنئ جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأتمنى لهم الصحة والعافية وطول العمر. بالنسبة لسؤال الحلقة، ما هي آخر مشاركة أولمبية بالنسبة لمحمد المصباحي بالألعاب الأولمبية؟ واحد لوس أنجلوس، ثانيا سيدني، ثالثا بكين، وشكرا. كاميرا هاشم جينا نضحكو معاك غير بالفن وبلا ما تشخصن، كاميرا كاش تم حدا راسك واخا تحت راك عزيز في قلوبنا، هزلنا الرايه وكنا مغاربه احنا. حدي راسك كاميرا كاشي، حدي راسك وانت ماشي عندك كاميرا كاينه، حدي راسك ورد سنه.